كشف طبي او اعيد الكشف الطبي. انا كشفت قبل كده في المارس وبناء على التعليمات الجديده بعيد الكشف الطبي عشان انا نازل في دائره المناخ وسعيد بين اهل وناس يعني وطبعا انا نازل من اجل الوطن. حضرتك ان شاء الله هتقدم جديد للشعب المصري خلال فتره ترشحك للانتخابات. كل الناس هتبقى عنده برنامج انتخابي كله ويتكلم زي بعضه، بس المهم اللي عنده القدره على انه ينفذ. هل في حاجه جديده فندم ناوي تقدمها فعلا للوطن؟ ان شاء الله في حاجات حلوه، ان شاء الله حاجات جميله. وانتوا عارفين ان انا مش بشتغل اذا كانت حاجه ضربه، حاجه تفيد الشعب المصري. هل ممكن تقدر تفصح لنا عن اي حاجه منها؟ كان في مسلسل دلوقتي بتذاع السعودية في ان شاء الله على اول اكتوبر، مسلسل الشوية السعيدة ان شاء الله.